أيضا يستحب أن لا يختم بسورة الناس فقط وينتهي يعني بسورة الناس، وإنما كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يختم فيبدأ من جديد، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام الحال للمرتحل الذي يختم ويبدأ لكي لا يظهر يعني أن خلاص انتهينا الحمد لله اكتفينا من القرآن، خلاص أنا وصلت إلى الناس خلاص انتهيت، لا، يجب أن لا ينقطع تلاوة القرآن عنك أبدا. فيبدأ من جديد بالفاتحة وسورة البقرة وإلى قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فهذا نص عليه أيضا الفقهاء كي لا يعني يكون قلبه معلق أنه خلاص انتهينا. حتى أنا سمعت أنا في الصلاة عامة الترتيب واجب للقراءة، نعم، يعني فالمصلي إن هو قرأ سورة الناس في ركعة الأولى فهو يستطيع أن يقرأ في ركعة الثانية من ألف لام ميم بهذه النية، يعني صحيح انتهيت وبدأت، نعم، قرآن. هو صحيح في حال، لأن هذا يسأل أنه الترتيب واجب في الصلاة، صحيح. فما الحكم أنا إذا أردت أن إذا بدأت وأخطأت حتى لو سهيت مثلا وقرأت في أول ركعة في سورة الناس فماذا أفعل؟ فقال الفقهاء كما ذكرت يعني يقرأ في بداية سورة البقرة ألف لام ميم. مسألة أيضا، إذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأ فيه ويعيد القراءة ليحصل له الختم في الصلاة الجائزة، هذا لمن أراد أن يختم القرآن، جميل. فلو أنه في مثلا يقرأ في كل ركعة صفحة لنفرض هكذا فبطلت الصلاة فأرادوا أن يعيدوا الصلاة حصل شيء يبطل الصلاة، فهل يكمل القراءة؟ هو هذا أراد أن يسأل، صحيح. أنه هذه بطلت فعندما نصليها مرة ثانية هل نقرأ نفس القراءة أم نكمل القراءة؟ لا، قالوا لأن القراءة بطلت متعلقة مع الصلاة، فإذا تعيد القراءة أيضا في نفس الركعتين الجديدتين التي فرضتها. إذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة. المقروءة هذا نقله أيضا عن الفتاوى الهندية شيخنا حفظه الله تعالى، ولكن هذا مستحب. نعم، قلنا فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة.